بالظبط. شيخ أسامة الحقيقة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو طالع للسماء عدى على أكتر من سماء لحد ما وصل لسدرة المنتهى. والحقيقة الله سبحانه وتعالى وراه من الآيات الكبرى كتير جدا، منها البيت المعمور، منها ملك النور، منها أنه شاف سيدنا جبريل على طبيعته الحقيقية بشكل واضح جدا، شاف طبعا الأنبياء وغيرها كتير من الأمور إن شاء الله حضرتك تشرحها لنا تباعا. ولكن ما يخصنا إحنا كنساء، والحقيقة ده اللي بيخلينا نقلق شوية، إن يعني بعض المشاهد اللي شافها الرسول في رحلته النساء بشكل يعني كاسيات عاريات وعلي أسنمات البخت وغيرها من الأحاديث اللي ذكرها الرسول عن النساء بعد ما رجع من رحلة الإسراء والمعراج. اشرح لنا النقطة دي، وإحنا كنساء كلنا بقى بنسمعك أنا وتسنيم وكل الستات اللي بيشوفوك دلوقتي، إحنا نستفيد إيه كستات من رحلة الإسراء والمعراج واللي قاله الرسول عننا؟ لكن شاف النساء برضو بشكل إيجابي جدا جدا. يعني شاف كده طبعا، مش شاف كده، شاف على استكمال على نقطة التثبيت وهاجي للنقطة اللي حضرتك ذكرتيها. شاف ماشطة بنت فرعون، كانت امرأة ونموذج رائع جدا جدا للثبات على المبدأ. وسأل ما هذه الرائحة، رائحة تنبعث من قبرها يا أخي يا جبريل؟ قال هذا قبر ماشطة بنت فرعون. قال وماذا وما كان من شأنها، ايه موضوعها؟ فحكى له القصه، وان المشط اللي وقع، وان هي قالت وكذا، وان القي ابنائها امامها في النار وهي ثابته. كنا بنتكلم عن الثبات، امراه ثبتت على المبدا ومش نبيه، ووقفت قصاد فرعون اللي قال انا ربكم الاعلى، وفي الاخر بقى ابنها اللي في حضنها الرضيع، فايه رجعت قال اقتحمي يا امي فان عذاب النار اشد من عذاب الدنيا، فاحتضنته وألقت بنفسها في القدر. فاداله الصوره دي. فدي النساء، دي النساء اللي محتاجين نشوفها. الجانب الايجابي اللي خلينا فعلا يكون عندنا دفعه، وفي الجانب السلبي اللي هو محتاجين ناخده كعظه. الجانب السلبي بقى، الجانب السلبي، وانه اللي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وراى مشاهد بيه في النار، انه فعلا كثير من النساء بيغفل عن هذا، وحتى للاسف الشديد ده بدا يتطرق لبعض الملتزمات، وانه لبسها يخرج عن الشكل الشرعي، وانه لا ما تفتكريش ان الجمال ابدا بطريقه لبسك الغير شرعيه ابدا. ربنا سبحانه وتعالى مستحيل انت تعصيه وهو يظهر جمالك، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. فلا يعني ضروري جدا جدا انه موضوع الالتزام بالزي الشرعي والحجاب. انا بنوصي جدا جدا برضو الملتزمات انهم لا يغرقوا كثيرا في الذهاب بعيدا وراء الموضه، يعني وانه تترك يعني تظن او يزين لها الشيطان او يلبس عليها انه ان هي بتحاول، دي النقطه، احاول بظهر الشكل الاسلامي، ثم مع الوقت تدريجيا نخرج من الشكل الاسلامي الى ما بعده. طيب الحقيقه برضو انه من في نفس الواقعه دي او في نفس الكلام ده بيذكر الحديث ان السيده فاطمه دخلت على الرسول ووجدته بيبكي، فقالت له ما يبكيك؟ فقال لها يعني مما راى في حادثه الاسراء والمعراج. وكثير بيقول لا الكلام ده يعني مش حقيقي، وان الحديث ده حديث ضعيف، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال انه فعلا شاف بعض النساء المعلقه من لسانها والمعلقه من شعرها والمعلقه من ثدييها والى اخر الحديث اللي ذكر. حضرتك حطينا كده في الصورة الصحيحة للحديث اللي ذكرت دي، وإيه فعلا منها الصحيح اللي أخد بالي منه، سواء كانت غيبة، نميمة، اللي فعلا بتنام وجوزها مش راضي عنها، اللي بتتمنى عن زوجها، حاجات كتير جدا ذكرت في هذا الحديث. بص حضرتك، بالنسبة لحديث الإسراء والمعراج في عندنا رواية طويلة جدا من حديث ابن عباس، دي أغلبها موضوع واللي صح منها ضعيف، ودي بتحكي بقى تفصيل كتير جدا، وانه راى في السماء الاولى كذا وفي السماء الثانيه كذا، وتفاصيل كتيره جدا جدا. لكن الاشياء الصحيحه اللي وردت مثلا في الربا، في اكل اموال اليتامى ظلما، في الانسان الذي لا يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا، راى بعض المشاهد في الجنه، وردت في الصحيح. لكن العبره بهذه المشاهد ان احنا ازاي نتعلم منها، انه ازاي مثلا راى أناسا يأخذون قطعا من النار فيقذفونها في أفواههم وبطونهم كالجبال، من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، نزلت فيهم الآية. رأى ثورا يخرج من جحر صغير، هذه الكلمة احنا بناخد ساعات بنتكلم ونضحك الناس، نهزر، نعمل،
وما ناخدش بالنا. وثور ده لا يستطيع أن يدخل تاني إلى هذا الجحر الذي خرج منه فقال هذه الكلمة، وبعض الأشياء اللي زي كده، مشاهد كثيرة جدا اللي نقلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، أغلبها أغلب ما صح ورد عن ابن مسعود. بعض بقى الأشياء التانية كثيرة جدا أدخلت كثيرة جدا جدا للأسف الشديد، ووضعت مشاهد لم تصح، والبعض بيحطها عشان يخوف النساء، يخوف الناس. لكن عايزين نعرف إيه اللي منها يخص النساء تحديدا، إيه اللي منها صح وإيه اللي منها يعني ضعيف أو لم يروى عن الرسول. على ذكر ده، بعض الناس من أسباب وضع الحديث سئل ليه أنت وضعت الحديث، قال عشان أخوف الناس ما يعملوش المعاصي. لا حول ولا قوة إلا بالله. للأسف الشديد الحديث فعلا الستات هتخاف بالطريقة دي، لو احنا يعني احنا مش عايزين نخوفهم، فعلا انا هبقى معلقه من رجلي او من شعري او بالطريقه دي. في حد من الائمه او في اي حد في الدين يقول ان انا هقول الحديث بالطريقه دي علشان اخوفهم عشان هم يرجعوا لربنا؟ هو طبعا فيه احاديث صحيحه وردت في هذا، يعني انا بس قلت كده على ذكر انا فاهمه قصد حضرتك، ولكن اقصد على الطريقه نفسها او الردع، هو دي ممكن تكون طريقه من طرق الردع؟ هو 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 الانسان في سيره الى الله تبارك وتعالى لا شك ان الخوف أحد أسباب الذهاب إلى الله، يعني الإنسان في طريقه إلى الله يطير بجناحين، الخوف والرجاء. لكن نحن دائما الحقيقة نغلب الرجاء، لأن العبد الذي يأتي وهو راج خير ألف مرة من العبد الذي يأتي وهو خائف ومقهور. أنا دائما نغلب الرجاء، نغلب الرجاء، نذكر بما نرجوه من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وإنه ربنا سبحانه وتعالى غفور ورحيم، ونكون حريصين على ده. لكن لا شك إن ده أسلوب تربوي موجود في القرآن، ربنا سبحانه وتعالى بيخوفنا من النار وبيرغبنا في الجنة، أسلوب تربوي موجود طبعا في القرآن وفي الأحاديث. تمام. طيب فيما يخص بقى برضو أمور النساء اللي ذكرت صحيحة، اللي ذكرته اللي ذكرته أستاذ ندى، إن هو رأى النساء الكاسيات العاريات، سأل عنهم فقال هؤلاء الكاسيات العاريات من أمتك، ده ورد في الإسراء والمعراج، ورد في أحاديث غيرها، كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت. نعم. عفانا الله يا رب. طيب.